اهلا وسهلا بكم وصباح الخير عليكم مشاهدين. شفت في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. الان احنا كنتواجدوا في سوق الجمله من اكبر الاسواق في الدار البيضاء. جينا باش نشوفوا الاشمنه كيفاش دايره ديال الخضر والفواكه. كيف ما كتشوفوا مع الشواء كنتمنوا ان ربي يرفع لنا هذا الوباء ويكون السوق طاح شويه ويكونوا الخضر في الاشمنه ديالهم المناسبه. خليوكم معنا في الصباح باش تكتشفوا جميع يعني الأشمنة ديال الخضر والفواكه على بركة الله. شحال الفلفل عام؟ 4 دراهم. واللوبيا؟ 140. تبارك الله غالية شوية اللوبيا. والفلفل 4 دراهم. تبارك الله. الفلفل 4 دراهم، اللوبيا 140. تبارك الله. السلام عليكم. دير اخي لاباس؟ نسولو على الاشمنه ديال البصله. شحال البصله اخويا؟ كاينه من 50 ريال، من 6 من 34 ريال، من 30 ريال حتى 60 ريال، على حسب الجوده ديالها. الجوده ديالها كاينه السلعه المليحه وكاينه السلعه اللي قبيحه، كله على قد جيبه. وكاينه ديك السلعه عاوتاني اللي سميتو بحال دابا هادي وكاينه هذيك اللي بارده، يعني هذه مزيانه، هذه مليحه. وكاينه هذيك اللي بارده والو، هذه دايره الثمن ديال 56 50 60. والاخرى ديك الرجوع اللي ما مخزوناش مزيان ضاربه البرد دايره 36 32 30 ريال كاينه تاني. اذا على حساب الجوده، هادشي اللي بغيت نفهم. وربما تنقول انا على حسب التجربه ديالي في الدومين ديال الخضره، بطبيعه الحال غادا تقدر هاد السومان الجايه في هاد الشهر ديال شهر 12 ولا غادا تطلع هي تشوف غتشوف غير في الطلوع، ما تتشوفش في النقص. تتشوف غير في 100 ريال 80. دابا غتهضر معنا انت من خلال التجربه ديالك في السوق ولد السوق ولد ما عمرها ما غادا تنزل حتى حاليا، وهي غادا 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 تدخل على الخضره النقله عاد وتبقى هي دايره 8 دراهم 9 دراهم لين تتقل. دابا ما حد هي غادا وغادا تدخل غادا وكتطلع غادا وتطلع تدريجيا. باقي دابا هي كاينه السلعه داك العياشويه ديال 32 30 ريال هو اللي مهرس السوق. فهمتك. راه لو ما كانش هذاك غادا دير 70 ريال 80 ريال جمله. دابا تبدا دابا تبدا طالع طالع من يتحيد هذاك الشيء غادا تم طالع هي بشويه. الله يحفظك. وبالنسبه للمطيشه؟ المطيشه خويا حبس على لومبالاج، كان لومبالاج ديال اكادير خدام الاكسبور ديال برا. والمشاهدين كيف كيشوفوا كيف ما كيشوفوا معنا جوده تبارك الله مليحه السلعه مليحه. كاينه السلعه ديال البلاد وكاينه السلعه ديال اكادير. دابا اكادير هو اللي بادي وكاين لومبالاج. لومبالاج اللي تيبدا في التصدير اييه تطلع الزربه. هاد المطيشه ما عندهاش حكام، من تتم غيكون فيها لومبالاج غادي خدام فيها تتبان لك لونساك طلعات. يحبس لومبالاج سلعه اكادير تبدا تدخل تيكون الثمن ناقص. وفي جميع السلوع تقريبا ديال لومبالاج. ودابا شحال واصل الثمن ديالها؟ واصل ديالها 75 70 60 درهم، كاينه من 1000 ريال حتى 16 ريال. يعني طايحه شويه كومي طايحه بزاف. كاينه حتى 900 كاينه حتى 800. فهمت. فهمتيني في العيا. واصله المليح ديالها دير 80 درهم 80 درهم المليح. المليح حاجه مزيانه. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني كيف ما شرح لنا الاخ على حساب يعني على حساب الجوده على حساب الثمن ديالها. وكاين الخضار اللي كيطلعوا على حساب الفصول، وكاين الخضار اللي كيكونوا كيف قلتي كيكونوا ليكسبور على حساب لومبالاج. على حساب لومبالاج فوالا، وعلى حساب الجوده. تيكون حبس لومبالاج ترجع السلعه، تيطلع تيبدا خدام لومبالاج بالزربه تطلع. علاش تكون تيقول لك راه كانت دايره 60 ريال تولات دايره ب 7 دراهم؟ ولات دايره 7 دراهم. راه لومبالاج خدام. لومبالاج برافو.
بالله حتى هو مسكين الله يحسن حواله. حتى هو مضرور راه شاف العمله تدخل وتعاود البلاد. شتي هو ساخي دابا حنا مع هاد الازمه. راه لهم بلاصه تعاون البلاد. مشكله دابا تدخل السلعه تدخل الفلوس. تدخل العافيه. فهمتيني ديال لوراب تدخل عندنا مزيانه. اما باش انسان يخسر عليها وهذه ما يكونش لومبالاج هما ليكسبور ديال صحاب اكادير تيلعبوا على لومبالاج ما تيلعبوش على السوق المحليه ديال المغرب تيلعبوا على لومبالاج تيلعبوا على صافي باش يكون الثمن زوين الله يحفظك شكرا لا هاني العفو بزاف على هذا الشرح ديالك المبسط الرائع لا خطاك وتصبحك مبروك تبارك الله عليك الله يعاونك بو الحاج يعني تبارك الله شرح لينا بزاف د الحوايج هاد السيد هذا شحال الحامض عمي الله يحفظك انا صحابي في انا شو تي في كنجي كل صباح كندير الاثمنه باش كنشوفوا المواطنين كاينه 100 على حساب الجوده ديالها من 80 120 يعني على حساب هذاك الكبير مثلا هذا ديال الحامض تبارك الله هذا ديال العصير هذا غليظ هذا ديال العصير تبارك الله هذا كاين رق من هذا رق من هذا 80 70 يعني كيف قلتي من 70 الجوده ديما الجوده تزيد 10 وغدا بحال هكا الجوده ديال الهيشر راه كديتها ب 50 وتخلط حيت هو شي ما درك طالع عندي خليني واحد راه كنوصل 20 درهم راه بنادم هو راك عارف بنادم راه تصدم بزاف في الحوايج واحد راه تصدم ما كاين والو اش غادي يدير صح ما كاين شي بوش شتا ما كاين حتى شي حاجه صح الله يعطينا الشتا والله شي غلا السلعه كيباه كيجمع لك الزمن وكيكتب في الصندوق صح وبالجوج صح ما غاديش يلوح صح الا بغيت دابا واحد دابا كيجيش كيبغي كان ابو دابا الناس كيجيبوا كيقول لك الثمن يقول لك عبر ليا يقول لك خلص خلص كان عبر ليا حاله زوانه حنا دائما كنشوفوا عاوتاني في جهه هذاك المواطن الفقير مسكين اللي ما عندوش هذه ضروريه دابا عندي دابا هذا دابا هو موجه كنقول لهم مثلا غادي نقول لهم 120 ولا 100 درهم ياك غادي يمشي عند واحد اخر غادي يبقى موجه بهذه الطريقه فهمتك غادي يقول لي 100 غادي يعطيه 80 غيبيع لي فهمتي هو راه موجه بحال دابا العمى باش كيشري العمى كيشري بالحس مستصر واحد تابعه ما يشريوش بحال هو العمى كيشري بالثمن يقول لي شحال هادي يقول لي 140 مشي عند الاخر يقول لي هذا 120 مشي عند الاخر يقول لي 80 مشي عند الاخر يقول لي 70 يرجع عند 140 يقول لي ما جي وقفوه تبارك الله كاين ولا لا كاين حتى كيدير الحاجه مزيانه ما يشريوش بحال هما بعينيهم وكيشري الثمن يقول لي كاين مليح هادي يقول لي مليح المليح بالثمن ديالو يرجع حتى ل 70 ريال عاد كيعاود يرجع عند 140 يقول لي كلشي بحال يقول لي بحال قال لي وقفوا لي السلام عليكم صباحك مبروك عبد الله يحفظك على خطك شكرا تبارك الله عليك كيف ما كتشوفوا معنا بعض المرات كتلاقى مع شي ناس يعني تبارك الله عليهم كيكونوا فيهم شويه المزاحه يعني عندهم شويه المزاحه قراوا بعض التعاليق ديالكم مشاهدينا الكرام السلام عليكم صباحكم خير وتحياتي لك الاخت مليكه بقات لنا دابا البطاطا نشوفوها شحال دايره العموم شحال البطاطا شحال واصله 5 دراهم وخيزو حتى هو 5 دراهم تبارك الله بطاطا 5 دراهم خيزو 5 دراهم شكرا صباحك مبروك عمي البطاطا 5 دراهم خيزو 5 دراهم يعني تقريبا داكشي في المستوى خويا الدجاج شحال الواصل الدجاج 100 درهم خياط 4 دراهم تبارك الله كما شفتوا معنا الامور السوق طاحت شويه اليوم بعد ما شفنا الخضر نجيو نشوفوا الفواكه نشوفوا شحال الفواكه عمو شحال دايره المنظاري؟ ها؟ بقيت مولا بقيت مولا صباحك مبروك عمي شوفوا ضرورة نسولو على الليمون شحال واصل Thank you.
بخير تبارك الله. ليمون السلام عليكم. شحال الليمون؟ 6 دراهم. والنافيل 5 دراهم. تبارك الله. ليمون 6 دراهم، نافيل 8 دراهم. مو العنب شحال واصل؟ العنب ماشي ديالك؟ سول شحال، سول شو على العنب؟ ثمن ديال العنب شحال ديال الرمان؟ إذا الرمان 6 دراهم، كيف يقول الأخ الليمون 5 دراهم، يعني كيف ما كتشوفوا معنا تمين عادية، كيف إلا كانت السلعة كثيرة كيكون الثمن قليل، إلا كانت السلعة قليلة كيكون الثمن كثير، الشيء اللي لاحظت كان هنا. شو معنا هذا الصباح مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الصباحية؟ الحمد لله، الله يعطينا الخير، الله ينزل الشتاء بشوية إن شاء الله، تنزل علينا الرحمة إن شاء الله، يدير لنا ربي الخير. خويا شحال العنب؟ اسمح لي برزتك على الحساب، شحال العنب؟ 10 دراهم لا كحال هذا، شكرا. كيف ما شفتوا معنا العنب 10 دراهم. وبهذا مشاهدين شوف تي في هو البث المباشر في بث اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الى اللقاء. هو فقط خاص كنطلبوا من بعض المواطنين انهم يلتزموا بالتدابير الوقائيه ديالهم اللي هي الكمامات والمعقمات والتباعد الجسدي. صباحكم مبروك مشاهدينا، ما سخيناش بكم، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.